كل المباريات في هذا الموسم اللي خاضها هنا على هذا الملعب. كرة تلعب جول جول. المباراة في دقائق مثيرة. دبل فجيرة يقلص الفارق عن طريق باولو. هدف ثاني وبالتالي 3-2 تصبح الآن. 3-2 تصبح الآن. شوف هدف تقليص الفارق. الكرة العرضية من أحمد سليمان والمتابعة من باولو وبالتالي 3-2. 3-2. الفريق السماوي لم يستسلم بعد ولم يسلم الصدارة بعد، وفريق اتحاد قلبه يريد أن